السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم يا شباب؟ معكم قناة PS4 ID، وتم إطلاق مجموعة من الأيكونز الخاصة بألعاب PS4 أو صور لأغلفة ألعاب PS4 من شخص اسمه أنوبيس. هذا الشخص صراحة الصور أو الأغلفة اللي أطلقها لألعاب PS4 صراحة جميلة نوعا ما، أو بتصميم جميل. تقدر تغير صورة أي لعبة بدك إياها بشكل سهل وبسيط جدا. فخلينا نشوف مجموعة الصور. زي ما انتم شايفين، لو تلاحظوا كيف التصميم تبع الصور كل لعبة، زي ما انتم شايفين يا شباب، تقريبا حجمها يعني 150 صورة تقريبا من أشهر ألعاب PS4، يعني مش جميع الألعاب كاملة، لكن أشهر الألعاب تم عمل صور لها. وأتوقع راح ينزل أيضا تحديث للصور، يعني يضيف صور أكثر عليها. فخلينا نشوف اليوم شباب كيف نغير الصور أي لعبة عندنا على جهاز PS4 بهاي الصور الموجودة قدامنا. غير ملف الأيكونز الموجود، راح نحتاج تطبيق أيكون ماسك 1.05 للمطور لابي. اللي ما بيعرف أيكون ماسك، أنا عملت عنه فيديو من فترة، لكن إن شاء الله بهذا الفيديو أيضا راح أحكي لكم ميزة أيكون ماسك. كل عليك يا شباب إنك تنقل الباكيج الأيكون ماسك ومجلد الأيكونز إلى USB، سواء مفرمته فات 32 أو مفرمته BEX فات، ما في أي مشكلة. فتطلع عليهن وتعمل سند على USB اللي عندك. فخلي ينقل الباكيج وملف الأيكونز، اللي راح تلاقوا رابط التحميل موجود أسفل الفيديو إن شاء الله. ومن ثم خلينا ننتقل على جهاز PS4. على جهاز PS4 يا شباب، نوصل USB ونتجه على باكج انستولر ونثبت تطبيق ايكون ماسك. طبعا اذا كان عندك النسخة القديمة من تطبيق ايكون ماسك، فكل اللي عليك انك تمسح النسخة القديمة وتثبت النسخة الجديدة. نرجع للقائمة الرئيسية وندخل على التطبيق، وطبعا التطبيق من تطوير لابي. طبعا هاي هي الواجهة البسيطة لتطبيق الايكون ماسك. تطبيق ايكون ماسك بحد ذاته بيمنحك ميزة تغيير ايقونات PS4 سواء الالعاب او تطبيقات النظام. فكل عليك يا شباب انك تستخدم زر L1 او زر R1 حتى تغير ما بين الاشكال الموجودة على تطبيق ايكون ماسك زي ما انتم شايفين. واي شكل بدك اياه، فقط كل عليك انك تضغط اكس او تختار ابلاي، مباشرة راح يبلش تطبيق ايكون ماسك يغير باشكال الايقونات تطبيق الالعاب مع تطبيقات النظام، وايضا بتظل موجودة بعد الريستارت. والميزة الثانية وهي بري ميد ايكونز، بمحني بتغيير الصور عن طريق USB. فنتجه على هذا الخيار بالاسفل يا شباب، موجود اللي هي الصور اللي نقلناها على USB اللي بنقدر نغيرها بالأسهم يمين يسار، واللي فوق هي تطبيقات PS4 اللي بنقدر نغيرها من خلال L1 والR1. فخليني حاليا مثلا ندور على لعبة Cuphead، وبالأسفل نتجه بالأسهم. وطبعا تنتبه انه يا شباب الألعاب مرتبة من A إلى Z، ومن ثم بعيد مرة ثانية من A إلى Z بصور ثانية، تمام؟ فنمشي حسب الترتيب إلى حرف السي، وهاي هي Cuphead. وكل عليك إنك تضغط X، مباشرة راح يغير صورة اللعبة للصورة اللي إحنا بدنا إياها. خلينا مثلا أغير إلى لعبة ثانية، مثلا خليني أختار Assassin's Creed Valhalla. هاي هي يا شباب صورة Assassin's Creed Valhalla. أيضا كل اللي علي بكل بساطة أضغط X رح يغير لي أيقونة اللعبة. وأي لعبة بدك إياها، فقط تختار الأيقونة اللي بدك إياها وتضغط X رح تغير الصورة. نتجه على القائمة الرئيسية لجهاز PS4 ونسكر تطبيق الأيكون ماسك. وطبعا لو اتجهنا على الألعاب رح نلاحظ أنه Assassin's Creed Valhalla وCuphead ما زالت بنفس الصور. خطوة بسيطة فقط يا شباب، نتجه على المتصفح، ندخل عليه
ومن ثم نضغط دائرة حتى يعمل ريفرش للداتابيس، وراح تلاقي انه ايقونات الالعاب تغيرت بنفس الصور اللي احنا اخترناها. وايضا بعد ما تعمل ريستارت لجهاز البي اس 4 راح تظل الايقونات موجودة بدون تغيير، وبتقدر تغير كل مرة للايقونات اللي بدك اياها او للاشكال من تطبيق ايكون ماسك. فهي فكرة الايكونز الجديدة اللي تم اطلاقها على اجهزة البي اس 4. ان شاء الله الرابط راح يكون موجود بالوصف، الايكون ماسك وايضا المجلد الايكونز جاهز، فقط كل اللي عليك انك تنزله وتنقلهن على اليو اس بي وتكمل باقي الخطوات على جهاز البي اس 4. سلام عليكم.